بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني. احنا النهاردة مع بعض ان شاء الله في المحور الرابع بعنوان مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي، الموضوع الثالث بعنوان التبادل والتكامل، درس قراءة بعنوان التبادل التجاري. تعالوا بينا كده مع بعض نستعرض الدرس. بيقول لي: يعد التبادل التجاري أحد أهم الأنشطة التي قام بها البشر على مر التاريخ منذ بداية العصر الحجري. يعد التبادل التجاري أحد أهم الأنشطة. يعد معناها يعتبر. يعتبر التبادل التجاري ده من أحد أهم الأنشطة التي قام بها البشر على مر التاريخ، يعني منذ بداية التاريخ، منذ كمان بداية العصر الحجري. يعني إيه تبادل تجاري الأول يا سنة رابعة؟ تبادل تجاري يعني أنا بدل سلعة قصاد سلعة، ادي مثلا او تبديل شيء او بشيء تبديل اخر. حاجه بحاجه تانية. ان انا مثلا انا عندي انا امتلك مثلا سمك وغيري يمتلك الدجاج، فبدل السمكه قصاد الدجاج. ادي كده ده يعد من ضمن انواع التبادل التجاري. يعني طبعا زمان ما كانتش ظهرت فكره النقود، فالانسان كان بيحتاج حاجات كتيره جدا جدا، ما يقدرش ان هو يلبي كل احتياجاته دي بنفسه، مش موجود عنده كل الحاجات دي، لكن موجوده عند غيره، فاقدر ان انا اجيبها من عند غيري. ده ازاي؟ بان انا اديله حاجه من اللي عندي، ابدل معاه، انا اديله حاجه من الحاجات اللي انا امتلكها، هو يديني حاجه قصادها من الحاجات اللي هو يمتلكها، فبالتالي انا كده كل لبيت كل احتياجاتي اللي انا محتاجاها، وغيري كمان لبى احتياجاته اللي هو محتاجها، وقدر ان هو يحصل على احتياجاته عن طريق التبادل التجاري، سلعه قصاد سلعه. فيعد معناها يعتبر التبادل التجاري ده احد اهم الانشطه التي قام بها البشر على مر التاريخ من زمان جدا، منذ العصر الحجري، والناس كانت بتقوم على ايه؟ تبادل تجاري. والعصر الحجري ده طبعا من الاف السنين قبل الميلاد، وسمي بهذا الاسم ليه؟ لأنهم كانوا يصنعون الأشياء بالحجارة، تمام؟ ولم توجد أموال في هذا الوقت، فكان الاعتماد كله على إيه؟ التبادل التجاري. أنا أحتاج سمن وصديق يحتاج لبن، فأنا أعطيه اللبن وهو يعطيني الإيه؟ السمن، كما تم التوضيح. طب هيا بنا كده المفردات: مرادف، مر، أي مدى. على مر العصور، يعني على مدى العصور او على مدى التاريخ. مفرد الانشطه ايه؟ النشاط. النشاط. طب جمع التاريخ؟ التواريخ. طب الكلمه الاخيره مضاد بدايه؟ نهايه. نهايه. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره اهو، في عمليه تبادل، شخص يعطي الاخر قمح وياخذ منه ايه؟ سمك. طب هيا بنا نناقش الدرس. ما المقصود بالتبادل التجاري؟ هو نظام مقايضه يتبادل فيها الأفراد البضائع والخدمات قبل ظهور الأموال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك عملية التبادل التجاري دي هي عبارة عن نظام مقايضة. المقايضة هو إعطاء شيء، سوف يتضح معنى هذا التعريف، ولكن لكي تفهم، المقايضة هي إعطاء شيء وأخذ شيء بدلا منه. هذا هو نظام المقايضة. طيب ما المقصود بقى بالتبادل التجاري؟ هو نظام مقايضة، أي إعطاء شيء وأخذ شيء بدلا منه. طب هحل السؤال ده ازاي في الامتحان؟ بكل سهولة هقول نظام التبادل التجاري هو نظام مقايضة يتبادل فيه الأفراد البضائع والخدمات قبل ظهور الأموال. البضائع أي السلع كالملابس أو الأدوات. طب الخدمات يعني أقدم لك خدمة مقابل خدمة، وهذا قبل ظهور الأموال. طب السؤال الثاني يقول: متى بدأ نشاط التبادل التجاري؟ طبعا بدأ نشاط التبادل التجاري منذ بداية العصر الحجري، ولكن يا سنة رابعة أقول لك معلومة، أن نظام التبادل التجاري ده موجود حتى الآن. وبدأ إمتى؟ بدأ منذ بداية العصر تطور الحجري طبعاً قبل ظهور الأموال. تطور ليه كذا شكل طبعا كده، وهنستعرضه في باقي الدرس. يمكن هو بداية ظهور التبادل التجاري كان على هيئة نظام المقايضة، اللي هو تبديل الأشياء بعضها. مبادلة طبعا. مقايضة معناها مبادلة. بالظبط كده، اللي هو أنا معي شيء وبدله بإيه؟ بشيء آخر مع الشخص الآخر. طيب هيا بنا نكمل. فالإنسان لا يستطيع تلبية كل احتياجاته لنفسه، فظهر نظام المقايضة. طبعا الإنسان ما يقدرش يعيش إيه؟ بمفرده، يجب أن يتعاون مع الآخرين، صح كده؟ ويجب أن نساعد الآخرين لكي نحصل على ايه؟ المنافع ايضا. يعني نحن نريد ان نحصل على احتياجاتنا، فيجب ان نلبي احتياجات الاخرين، تمام؟ فهذا كان موجود منذ قديم الزمان، منذ العصر الحجري، فظهر نظام اسمه الايه؟ من فاكر؟ المقايضه. هذا النظام يقوم على تبادل الاشياء بين الناس ايه؟ بعضها البعض. فالانسان لا يستطيع
تلبيه كل احتياجاته لنفسه، فظهر نظام المقايضه. طبعا تلبيه سنه رابعه معناها استجابه، يعني الانسان ما يقدرش ان هو يستجيب لكل حاجاته وكل رغباته بنفسه ولنفسه، فظهر نظام كده بسميه نظام المقايضه اللي هو قلت عليه اسمه المبادله، ان انا بدل شيء قصاد شيء فده اسمه المقايضه. فالانسان لا يستطيع تلبيه، وان تلبيه معناها استجابه. طيب كل احتياجاته، طبعا دي كلمه جمع مفرد او مرادف احتياجاته مطالبه، والمفرد بتاعها احتياجه. فمعنى احتياجاته مطالبه، الانسان ما يقدرش ان هو يستجيب لكل مطالبه لنفسه وبنفسه، فلازم ان انا ابدل مع حد تاني اقدر اخد منه الحاجه اللي تنفعني دي بقصاد سلعه اخرى، خصوصا في العصر الحاجه دي قبل ظهور الاموال. مضاد طبعا تلبيه ايه؟ رفض. رفض. ومفرد احتياجات؟ احتياج. احتياج. طيب ننتقل معا الى هذا السؤال، لماذا ظهر نشاط التبادل التجاري؟ طبعا الاجابه سهله جدا، لان الانسان لا يستطيع تلبيه احتياجاته، لسه قايلين الكلام ده، لنفسه، فظهرت فكره تبادل المنفعه، وقد كانت بدايه لفكره الايه؟ المقايضه، التي كانت بدورها بدايه للتبادل التجاري. طب يعني ايه الكلام ده عشان نفهم اكتر؟ يعني الانسان عندما يحتاج الى شيء ما، يعني مثلا انا محتاج قلم وليس معي اقلام، ولكن معي مثلا بعض الحقائب، فأقوم بتبديل هذه الحقائب بالإيه؟ بالأقلام. شخص آخر معه أقلام كثيرة، تمام، وأنا معي حقائب كثيرة، فأعطيه حقيبة وأخذ مقابل هذه الحقيبة إيه؟ قلم. يبقى هذا هو عملية الإيه؟ التبادل. طب ليه أنا أسأل نفس السؤال، ليه أنا لم أقوم بشراء قلم بأموال مثلا؟ احنا قلنا كانت لا توجد هناك اموال قبل ظهور الاموال، فكان هناك نظام الايه؟ التبادل التجاري او المقايضه. المقايضه والمقايضه هي بدايه التبادل التجاري، يعني مفهوم التبادل التجاري بدا يظهر مع ظهور الايه؟ المقايضه. ما المقصود بقى بالمقايضه؟ هو نظام يقوم على المنفعة ومبادلة شيء بآخر، وكان ذلك بداية التبادل التجاري. بيقول لي لم تتوقف المقايضة على تبادل السلع بين سكان البلدة فقط، بل خرجت لتتناول العالم كله، فظهرت القوافل التجارية سواء كانت صحراوية أم بحرية لتربط الشرق بالغرب. تاني كده أقول إن نظام المقايضة ده نظام يقوم على المنفعة، يعني أنا محتاج حاجة والحاجة دي هتنفعني، بس مش هقدر أجيبها لأن ما كانش فيه أموال زمان، بس أنا معايا حاجة تانية ومش مع الشخص اللي قدامي، فبدل معاه هو ياخد الحاجة اللي تنفعه وأنا أخد كمان الحاجة اللي تنفعني. وده كان بداية للتبادل التجاري كمان بين الدول، إن أنا بدلت تجارة قصاد تجارة. والمقايضة دي لم تتوقف على تبادل السلع بين سكان البلد فقط. طبعا السلع معناها البضائع يا سنة رابعة، السلع يعني البضائع، مفرد يعني السلع السلعة. يعني هل المقايضة دي بدأت بين سكان البلدة ثم تطورت إلى التبادل بين سكان العالم؟ طبعا هي خرجت لتتناول وتشمل العالم كله عن طريق القوافل التجارية. لأنه لم يوجد هناك سيارات، ولكن كانت وسيلة النقل الوحيدة القوافل التجارية. قوافل معناها جماعات من المسافرين بيسافروا إلى مكان آخر بغرض التجارة، شراء بعض البضائع أو استبدال البضائع بالبضائع الأخرى. فبالتالي ظهرت فكرة المقايضة دي بين العالم كله، البلد دي تمتلك مثلا محصول من القمح والبلد الأخرى عندها إنتاج حيواني أكبر، فبدل القمح اللي قدامي ده بالإنتاج الحيواني عن طريق القوافل التجارية طبعا اللي بتربط الشرق بالغرب. فبقت فكرة المقايضة أو التبادل دي أو المبادلة بتقوم وتشمل العالم كله، مش بس البلدة اللي احنا عايشين فيها، مش بس السكان اللي حواليا بس، بالعكس ده أنا كبلد عندي شيء أقدر أن أنا أفيد بغيري وأخد قصاده شيء آخر. فهي دي فكرة تناول المنفعة أو تبادل المنفعة والمقايضة القائمة بين البلد كلها. طبعا هي المقايضة هي المبادلة. ممتازين. طب مرادف السلع البضائع، معنى البضائع. السلع البضائع. البضائع دي زي مثلا القمح والسمن، مختلف بقى البضائع، ملابس، مأكل ومشرب، كل شيء. طيب مرادف تناول، تتناول العالم كله يعني تنتشر في العالم كله. مرادف تتناول، تنتشر في العالم كله. مرادف تربط، اللي هي فين تربط دي؟ اللي هي القوافل كانت تربط الشرق بالغرب، يعني تصل الشرق بالغرب، يعني القوافل يقدروا ان هم يتحركوا من الشرق يتجهوا ناحيه الغرب ويوصلوا من هنا بضائع لهنا بضائع. فالقوافل دي معنى تربط ان هي بتوصل بين الناحيتين، بين الشرق وبين الغرب. يعني هناك اشخاص يعيشون في الشرق واشخاص اخرون يعيشون في الغرب، فيقوم الاشخاص
الذين يعيشون في الشرق بتبادل البضائع التي معهم مع من؟ مع سكان الغرب. صح كده؟ من خلال القوافل التجارية. من خلال القوافل التجارية. طب تعالوا كده نناقش معا هذه الفكرة. السؤال يقول ما السبب وراء ظهور القوافل التجارية؟ طبعا الإجابة سهلة جدا، ربط الشرق بالإيه؟ بالغرب. بالغرب زي ما لسه قايلين، أنا في الشرق وأريد أن أحصل على البضائع الموجودة في الغرب. طب كيف؟ عن طريق القوافل التجارية. طيب دلوقتي وصلنا لأول سؤال من أسئلة المتفوقين. طبعا زي ما احنا عارفين كل فيديو يبقى فيه ثلاث أسئلة أو ثلاث مراحل، إن شاء الله تجاوبوا عليهم كلهم وتبقوا من المكرمين معنا. سؤال المتفوقين الأول، المرحلة الأولى بتقول كيف بدأت فكرة التبادل التجاري؟ في انتظار إجاباتكم في التعليقات. طبعا لم يقتصر دور القوافل التجارية المقيدة، يعني هو هنا بيقول لك القوافل التجارية اللي هي بتقوم على المقايدة أي التبادل السلع، بيقول لك لم يقتصر دور القوافل التجارية فقط على تبادل السلع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كان هناك مقايدة بين الناس بعضها البعض عن طريق الخدمات، يعني ليس فقط الإيه؟ القوافل التجارية. طب يعني إيه الخدمات؟ يعني أقدم خدمة مقابل خدمة. يعني مثلا أنا عندي موهبة أو مهارة في صنع الكراسي الخشب، تمام، فأصنع لك كرسي لتجلس عليه. طب أنت عندك موهبة مثلا في بناء بيت، فتبني لي بيتا. يبقى كل واحد فينا عنده موهبة يفيد الإيه؟ الآخر في هذه الموهبة. طبعا يا سنة رابعة كانت هناك مقايضة الخدمات زي ما سمعنا كده، وكمان كان في مقايضة إعلانية، ودي طبعا موجودة حتى الآن. يعني إيه المقايضة الإعلانية؟ يعني أنا أقدم لك خدمة أو أقدم لك سلعة، في المقابل أنت هتعلن عن الخدمة دي أو عن السلعة دي إن هي كويسة أو إن هي فيها مميزات معينة. وطبعا دي موجودة لحد دلوقتي في المنصات الإعلامية وسائل التواصل الاجتماعي، إن حد يجيله أو يشتري حاجة معينة ويقوم بإعلان عنها إن الحاجة دي كويسة أو نافعة أو هكذا. فمش بس مقايضة سلع، في كمان مقايضة إعلانية، وفي كمان مقايضة الخدمات. طبعا مقايضة معناها مبادلة. يعني دلوقتي أنا فهمت حاجة، أنا فهمت إن المقايضة دي قامت على ثلاثة صور. الصورة الأولى مقايضة القوافل التجارية، يعني هناك قوافل تنتقل من الشرق إلى الغرب. طيب ده نوع، أنا معي بضائع قاعد بيها فين؟ في الشرق، أريد أن أرسل هذه البضائع إلى الغرب، فأرسل هذه البضائع عن طريق الإيه؟ القوافل التجارية. طيب هناك أيضا نوع آخر من أنواع المقايضة، وهي تقديم خدمات، زي ما قلنا إن أنا أقدم لك خدمة فتقدم لي إيه؟ خدمة. وكذلك هناك نوع ثالث للمقايضة، وهي المقايضة الإعلانية. يعني إيه المقايضة الإعلانية؟ زي ما قلنا بالضبط كده، إن أنا يعني أدعو الناس لأن يأتوا ويحصلوا على البضائع التي معك، وأنت أيضا تدعو الناس لأن يأتوا إيه ويحصلوا على البضائع التي معي، وهذا يعد منفعة كبيرة جدا بين الناس إيه وبعضها البعض. طب هنا يقول لك أذكر نوعين من أنواع المقايضة، هقول له إيه؟ مقايضة الخدمات والمقايضة الإعلانية. الإعلانية. ولأن الله حبى مصر بموقع متميز وبسواعد أبنائها شقوا قناة السويس. ما هي قناة السويس كده بسرعة؟ قناة السويس هو مجرى مائي تم شقه عن طريق الايه؟ المصريين. المصريين هم الذين قاموا بشق ايه؟ قناة السويس، وهذا يدل على جهد المصريين منذ ايه؟ قديم الزمان حتى عصرنا الحالي. طيب ولأن الله حبى مصر بموقع متميز وبسواعد أبنائها شقوا قناة السويس. طب أنا هسأل سؤال، ما فائدة قناة السويس؟ الأمر الذي جعل مصر حلقة وصل بين قارتي أسيا وأفريقيا لتصبح مصر نقطة التقاء حضارية وثقافية. ركز معي سنة رابعة، لأن الله حبى مصر، حبى معناها أنعم على مصر بموقع متميز وبسواعد أبنائها، يعني بأيدي أبنائها، بأيدي أبنائها دي هم شقوا وحفروا قناة السويس. يبقى أن الله أنعم على مصر بموقع متميز، حبى معناها أنعم، ومضاد حبى طبعا منع، فربنا سبحانه وتعالى أنعم على مصر وأعطى مصر موقع متميز.
والتميز وكمان بجهود وايادي ابنائها، الحاجات دي كلها خلتهم يشقوا ويحفروا قناه السويس. قناه السويس دي جعلت مصر حلقه وصل بين قارتي اسيا وافريقيا. يعني ايه؟ يعني من خلال قناه السويس دي السفن بتعدي من قاره اسيا لقاره افريقيا، وبالتالي بتعدي على ايه كمان؟ عشان توصل من هنا لهنا بتعدي على مصر، فتصبح مصر نقطه التقاء حضاريه وثقافيه. يعني مصر كمان بيعدي بقى من عليها الناس اللي جايين من الشرق ومن الغرب ومن قاره اسيا ومن قاره افريقيا. اصبح هناك عمليه تبادل كبيره طبعا، عمليه تبادل كبيره، ومش بس وأفريقيا. تبادل تجاري، اصبح كمان في نقل ثقافات مختلفه. انا ثقافه البلد دي بتعدي عليا هنا، وبشوف الناس اللي من البلاد المختلفه دي. جميل. فالناس كانوا لا يحملون بضائعهم فقط، بل ينقلون معهم ثقافات بلادهم ايضا والبلاد التي يمرون عليها. فكده حولت التجاره كمان لاكبر نشاط اقتصادي وثقافي، عشان كده قلنا هي نقطه التقاء حضاريه وثقافيه. طب هيا بنا الى المفردات. طبعا حبا كما ذكرنا انعم. طيب بسواعد ابنائها اي طاقتهم وجهدهم. مضاد حبا منع او حرم، يبقى انعم عكسها ايه؟ منع. طب حبا عكسها ايه؟ برضو منع او حرم. طيب يقول العوامل التي جعلت لمصر مكانة تجارية كبيرة، طبعا احنا استنتجناها من الكلام اللي فات، نعم الله علينا، وكذلك شعب مصر وجهود شعب مصر، وكذلك جيش مصر. تمام. يبقى موقعها المتميز طبعا كان لي فضل كبير جدا على جعل مصر مكانة تجارية كبيرة بين دول العالم. تمام. رقم 2 قناة السويس التي جعلتها حلقة وصل بين قارتي أسيا وإفريقيا، وهذا يعود إلى جهد المصريين الذين حفروا قناة السويس. طيب كما ذكرنا هو جهود وطاقات أبنائها. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان قال لي ما العوامل التي جعلت لمصر مكانة تجارية كبيرة، هقول له ايه؟ موقع المتميز. ادي اول حاجة ان مصر لها موقع متميز طبعا في الوسط كده حواليها جميع البلاد. تاني حاجة من خلال الموقع المتميز ده حفرنا قناة السويس، وقناة السويس دي جعلتها حلقة وصل بين قارتي اسيا وافريقيا. هذا يعود الى جهود وطاقات وحفر قناة السويس تم بفضل جهود وطاقات ابنائها. طيب وكما ذكرنا ان كل هذا يعود الى ايه؟ فضل من الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي حبى مصر بهذا الموقع المتميز وبسواعد ابنائها. مع ظهور النقود توقفت بعض عمليات المقايده، لكن التبادل التجاري لم يتوقف بل زاد مع التطور التكنولوجي. طب هنا ياتي سؤال، هل التبادل التجاري هو المقايده والمقايده هي التبادل التجاري، او ما الفرق بين التبادل التجاري والمقايده؟ سؤال مهم طبعا. المقايده نوع ظهر في العصر الحجري، وهو كان يقوم على التبادل بين الافراد، تبادل شيء بشيء اخر، وهذا كان بدايه ظهور التبادل التجاري. والتبادل التجاري له انواع كثيره، منها المقايده، تبادل الاشياء بين الناس بعضهم البعض. تمام. طيب مع ظهور بقى النقود توقفت بعض عمليات المقايده، ولكن التبادل التجاري ايه؟ ما زال مستمرا حتى الان. يعني اول ما ظهرت عندي النقود يا سنه رابعه ما بقتش خلاص ببدل سلع قصاد سلع، انا خلاص بقى معايا فلوس اقدر اشتري السلع اللي انا عايزاها من غير ما ابدل بحاجه قدامي. لكن التبادل التجاري معناه ان انا ممكن اديك فلوس واشتري قصادها حاجه، انا كده بدلت معاك حاجه، او معناها كمان ان انا ممكن اديك منتج من معايا وانت تطلع تعمل لي عنده اعلان، ده نوع برده من انواع التبادل التجاري. فاول ما ظهرت النقود الاموال توقفت بعض عمليات المقايضه، ان انا ابدل سلع بسلع ما بقاش موجود، لان بقى معايا نقود اقدر ان انا اشتري بيها الحاجه اللي انا محتاجاها. لكن التبادل التجاري ده لم يتوقف بل زاد مع التطور التكنولوجي. دلوقتي انا اقدر ان انا اشتري اي منتج من اي بلد تانية وانا قاعده في مكاني دلوقتي من خلال التطور التكنولوجي، اطلب من خلال شبكه الانترنت طبعا واطلب اي منتج او اي سلعه، او ابعت لحد تاني المنتج اللي عندي هو يقدم لي قصاده خدمه وينشر الاعلان بتاع المنتج بتاعي زي الدعايه الاعلانيه كده اللي بتتعمل على النت. بالظبط كده، زي الدعايه الاعلانيه. ودي بسمع المقايضه الاعلانيه. انا معايا منتج مثلا فبعمل ليه دعايه على النت وبنشرها، وفي ناس بتساعدني ان انا انشر هذا المنتج، ف
فدي عمليه تبادل خدمات برضه. طبعا تبادل اعلاني طبعا. فمع ظهور النقود توقفت بعض عمليات المقايضه، لكن التبادل التجاري لم يتوقف، بالعكس زاد مع التطور التكنولوجي. يجي سؤال يقول لي متى توقفت بعض عمليات المقايضه؟ بعض، خلي بالك من كلمه بعض هنا، يعني مش كل عمليات المقايضه، لان عمليات المقايضه كانت لها انواع ذكرناها من قبل، ولكن توقفت بعض عمليات المقايضه. طب متى توقفت بقى؟ ها طبعا الاجابه مع ظهور النقود. نيجي دلوقتي لسؤال المتفوقين للمرحله الثانيه. شوف السؤال بيقول ايه، لماذا زاد التبادل التجاري؟ السؤال مره اخرى، لماذا زاد التبادل التجاري؟ في انتظار اجابتكم في التعليقات. طبعا هنا في سؤال مهم جدا يا اولاد، ممكن يجي لكم في الامتحان، يقول لك كيف زاد التبادل التجاري مع التطور التكنولوجي؟ طبعا الإجابة سهلة جدا، هقول حيث انتشرت مواقع وشركات متخصصة في التجارة الدولية. يعني انتشرت، يعني وصلت إلى جميع الناس. تمام، انتشرت أي وصلت في كل مكان. حيث انتشرت مواقع وشركات متخصصة، هذه المواقع أي صفحات على الإنترنت، هذه الصفحات متخصصة في إيه؟ في عملية الدعاية الإعلانية. تمام، فهنا لما يجي بقى سؤال في الامتحان يقول لي كيف زاد التبادل التجاري مع التطور التكنولوجي، هقول له بكل سهوله حيث انتشرت مواقع وشركات متخصصه. هذه المواقع وهذه الشركات مالها؟ متخصصه يعني متمكنه الدوليه، متخصصه في التجاره الدوليه، مش بس كمان في الاعلانات يا ساره ربعه، هي كمان متخصصه في ان انا اقدر اشتري اي حاجه تانية من اي مكان تاني، من اي بلد تانية او من اي دوله تانية. عشان كده قلت الشركه دي متخصصه في التجاره الدوليه، بتتاجر وتجيب لي السلع اللي انا عايزاها، مش بس في البلد اللي انا عايشه فيها او الدوله دي، ولكن عبر الدول كلها. جميل. رقم 2 برضو من ضمن الزيادة أو التكملة، فالآن يمكنك طلب أي منتج من أي دولة. طبعا ده من خلال إيه بقى؟ الشركات. من خلال طبعا الشركات اللي هي قائمة على أيوة شبكة المعلومات أو شبكة الإنترنت. رقم 3 من خلال شبكة المعلومات الدولية، يمكن زي ما ذكرنا هذه المواقع والشركات المتخصصة تقوم بعمل شبكة معلومات. هذه الشبكة تستطيع أن تربط الدول بعضها البعض، فتستطيع دولة أن تتواصل مع دولة أخرى ويتم التبادل التجاري بينها. هيا بنا نستكمل معا الدرس. بيقول لذا علينا أن نقدر أهمية التبادل التجاري مع العالم. زي ما قلت طبعا مع العالم كله، لازم أن أنا أقدر أهمية التبادل التجاري ده، لأن مش بس أنا بتبادل مع الدولة الأخرى دي بضائع فقط، أنا بتبادل كمان ثقافات. أنا كمان بأدي أن البلد دي أخذ منها ثقافة معينة أو حضارة معينة أو استفيد منها في علم معين، مش بس من خلال البضائع فقط. صح كده، ولأن هناك طبعا دول تتميز مثلا بوفرة في بعض المعادن ليست موجودة عندي، وأنا أحتاج إلى هذه المعادن، صح كده؟ طيب أنا أدور بقى أنا إيه اللي ميزني ربنا بيه، مثلا هلاقي إن أنا عندي نهر النيل، هلاقي إن أنا عندي مصر تتميز بزراعة القطن، فأقوم بعملية بقى التبادل التجاري بين دول العالم، لأن أنا مش هعرف أعيش بالقطن بس، وكذلك الدول الأخرى لا تستطيع أن تعيش بالمعادن أو البترول فقط، فيتم عملية التبادل التجاري. طيب فهو يعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الدولية، هنا تقوم بعملية التقوية، أنا أتعامل مع هذه الدولة فتتم عملية المنفعة العامة، أنا أستنفع أو أنتفع بموارد هذه الدولة، وأيضا هذه الدولة تنتفع بالموارد التي هي موجودة عندي، فتتم عملية تقوية العلاقات الاقتصادية الدولية. وبعدين ممكن بطريقة تانية كمان أقدر أن أنا أقوي العلاقات الاقتصادية الدولية دي، عن طريق أن أنا أفتح في البلد التانية سوق لعرض منتجات الدولة اللي أنا فيها. أنا دلوقتي ممكن أنتقل إلى دولة أخرى، وفي الدولة الأخرى دي أفتح سوق أو أفتح معرض أعرض فيه المنتجات اللي البلد بتاعتي مشهورة بيها، فبالتالي أنا كده عملت على تقوية العلاقات الاقتصادية كمان بين الدول. بقيت أنا عارفة البلد التانية دي بتعرض إيه وإيه المنتجات اللي هي مشهورة بيها، ورحت هناك عرضت لهم انا كمان ايه المنتجات المشهوره بيها. يعني طبعا عن طريق تنشيط حركه انتقال وتبادل السلع عبر فتح اسواق جديده بدول اخرى كما ذكرنا من قبل. طب هيا بينا كده الى المفردات. معنى نقدر يعني نحترم، معنى تنشيط يعني زياده النشاط او زياده الحركه،
مضادة دولية المحلية، حاجة على مستوى الدول، لا حاجة خاصة بالمكان اللي أنا فيه بس، في المحل اللي أنا فيه بس، فبقول مضادة دولية المحلية. طب ما أهمية بقى التبادل التجاري؟ طبعا تقوي العلاقات بين الدول بعضها البعض، تقوية العلاقات الاقتصادية الدولية عن طريق تنشيط حركة انتقال وتبادل السلع عبر فتح أسواق جديدة. دلوقتي وصلنا يا سنة رابعة للمرحلة الثالثة والسؤال الثالث من أسئلة المتفوقين. السؤال عندي بيقول: ما النتيجة المترتبة على إهمال التبادل التجاري؟ ما النتيجة المترتبة على إهمال التبادل التجاري؟ في انتظار إجاباتكم وتعليقاتكم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم. ألقاكم في درس جديد.